عندنا للاسف ان احنا عندنا ثقافه كده في مصر، انا جربت حاجه فاقول لهم دي جميله جدا فاصحابي كلهم يروحوا جايبينها. مظبوط. ما هو يا جماعه ما هم انا بشرتي غير بشرتك. صح. غير بشره فلانه، ما ينفعش. فلازم يعني فعلا زي ما حضرتك قلتي ان احنا نروح لحد متخصص. طيب عايزه ارجع للماسكات تاني. في 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 مدرستين، في مدرسه تقول لك لا انا مع الماسكات الحاجات الناتشرال والحاجات الطبيعيه. مزبوط. وفي مدرسه ثانيه يقول لك لا الحاجات الطبيعيه دي انا ضدها تماما، لان في حاجات بيقول لك في حاجات بتبوظ ما بتصلحش، وانا مع الحاجات الكيميكال. انت مع انهي مدرسه فيهم؟ بصي لو انت عندك وقت فراغ ان انت تجيبي الفروت وتعملي الجوسز وتعملي، وعلى فكره اتس كوستي، لا تجيبي زيت اللوز ولا تجيبي الكيوي ولا تجيبي الافوكا. صح. وكذا كل هيدا وقتك لتعملي، وبعدين شو بتقعد نهار او نهارين وبتبوظ، بعدين بصير اكسبايرد. اي شيء بصير بيتاكسد. فنحن الاسهل انه انت يو جو فور ذا براندز تكون جود براندز ان يعني هاي اند واسامي معروفه، لانه اصلا ما في منتج بيجي الا ما وزاره الصحه بتكشف عليه وبتعطينا تصريح. نحن ما فينا نفوت ولا سكين كير. وانتم مزايا الحقيقه يعني ما شاء الله اسم معروف من الاسماء المعروفه، ومعروفه كمان يعني عالم عربيا وعالميا يعني وايفريوير. وين ما رحتي بتلاقينا بكل المولز، بكل اللي حتى حقيقة. بالساحل كمان يعني انطرونا بالساحل. أيوة. قد ما بدكم في ستورز ايفريوير. سو انا رايي انه انت لو ما عندك وقت ومش هتعرفي تعملي الانجريدينت صح، لانه ممكن بالاخر تلتهبي. صح. ممكن يكون في حاجه الزبادي اكسبايرد، والليمون يعني في ناس بتلتهب من البشره خصوصا من الليمون الحاجات الحلوه. لما تكون عندك فراغ وانت ست بيت قاعده بالبيت عايزه تتسلي اتس اوكي، ما فيها غلط ابدا. بس لو انت ست بتشتغلي وما عندك وقت ومستعجله الكريمات، بس الكريمات من مكان يا جماعه موثوق منه ارجوكم. طيب وتقروا الاكسبايرد، الاكسبايرد مهم كتير، لانه كل ايتم عليه اكسبايرد يا بيقول لك 6 ام 6 شهور او 12 ام 12 شهر. ودائما الاشياء الماكسيمو بتقعد 24 شهر سنتين، فمهمه قوي. بزيت الماسكره، الماسكره لما بتفتحيها بتعيش 6 شهور بس. بس يا رب ده انا عندي ماسكره بقالها سنتين مثلا. بتنشف بجد، بتنشف حتى الطريقه انت عم تفتحي الماسكره. ايوه الطريقه نشفت. لا استني، فين الماسكره دي؟ يس. طب ورينا طريقه فتح الماسكره. بصي الماسكره مكتوب عليها 6 ام من اول ما بتفتحيها يمين خلص، وبلاش الحركه دي تدخلوا هواء. ايوه والنبي قولي لي، اصلا قالوا لي تويست. ايوه بالظبط. واحنا لما لما تحطي وتخلصي ماسكره لازم تقفليها كويس جدا، ما تتسبش مفتوحه بتنشف، ما تتسبش تحت الاضاءه تحت الشمس في العربيه. انا بشوف بنات بيعملوا ميك اب بالسياره. كل حياتنا غلط. طيب عندك مثلا شغله تانية، البرايمر هيدا اللي بثبت الاي شادو بينشف سمتايمز، بتحطي له اسينشال اويل، اي اويل صغير، اي اويل بيزبط. يعني طب لو الماسكره نشفت ممكن احط لها حاجه ترجعها تاني ولا لا؟ في ليكويد بينباع بس خلص هي 6 شهور بتكون خلصت. اهم شيء تحافظي انك تسكريها وما تخليها بحراره او بسياره او شمس او شيء. اوكي طيب ايه من العادات الغلط الثانيه اللي احنا بنعملها وتصلحها لنا؟ الكونسيلر. الكونسيلر عندي بيج ايشيو عليه، انه ليه بتختاري كونسيلر افتح منك 3-4 درجات؟ انت لو عندك هالات سوداء او دارك سيركلز وحطيتي الكونسيلر فاتح بيقلب جراي ورمادي. فدايما دايما بنصح ان تحطي كونسيلر غامق غامق، او تجيبي كاموفلاج، او تجيبي اللي هو الكوركتر الاورنج اللي هو اللون بيكسر. أيوة. شوي اللي عندها دارك سيركلز عندها تو ايتمز، واحد نوت انف، بتحط الكوركتر وفوقيه الكونسيلر. وطريقه التوزيع تبقى بالايد بالضغط كده تحت العين. صح. بالظبط. تعملي تابينج كده بالصباع الصغير، لان ده ارق صباع تقدري تعملي فيه، وتوزعيها ناتشرلي، تتاكدي انها كلها اندمجت كويس. طيب ايه الفرق بين الكوركتر؟ في اورنج وفي اصفر وفي اعتقد اخضر او جرين. أيوة. يعني حاجه فاتحه بيستاج. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ انا هوريهولك حالا، ممكن نشوف الالوان. بصي الكوركترز بتيجي كده، بتيجي جرين وأورنج. ده اكتر من لون. دي باليت بتنفع لكل الناس. أوكي. لو انا عندي اي احمرار، في ناس عندها مرض روزيشا او بشرتها بتحمر فيها هيك لتشات حمراء، او حب الشباب البنت اللي بيطلع لها حبايه وبتلعب فيها بتحمر وهيك. سو الاخضر بيكسر الاحمرار. الاورنج بيخبي الغمقان، وحتى في لون بيربل كمان وبينك. أيوة. لو واحده وشها يلوش، عرفتيهم اللي عندهم انيميا بيبقى بشرتها صفرة. ما فيها نضاره، بنحط لها الكوركتر على بيربل شوي على موف، او زهر ليعطيها شوي جلو. وزيت الشي هول بينفعوا كونسيلر بينفعوا كوركتر. والكونسيلر في كول كلر وفي وورم، يعني انا بالفاونديشن بالذات، يعني مثلا خلينا نشوف الفاونديشن.
الناس بتروح تختار الفاونديشن عشوائي. لقال لك على طريقه كيف شايفه العروق هول بنسميهم اندرتون. لو الاندرتون عروقك زرقاء بتاخدي الفاونديشن على بينك بيبقى كول كلر. ولو ناخده على بينك لو عروقك خضراء دي خضراء تاخدي نيوترال على بيج. اوكي. ولو على زيتي شوي غامقين العروق ميكس باخديه على اورنج. طب في برضو مع حاجه ما اعرفش برضو هي صح ولا غلط، لما بنيجي نعمل تيست في اي ستور بنحط الفاونديشن هنا بنجربه هنا هنا غلط. انا الفاونديشن لما بقول للبنات تحطيه على ايدك لتشوفي التكستشر تبعيته اذا كان دهني اذا كان مات او اذا كان جلوي، لكن مش هنختار اللون. بتشوفي التكستشر على ايدك تنبسطي بالتكستشر وتحبيها بعدين التجربه هون على الخد على الرقبه. ولازم داي لايت مش الاضاءه تبع المحلات، حاولي على قد ما تقدر يكون في نور حلو واضح تقدري تشوفي اللون. اللون لما بيختفي مع البشره هو اللون الصح، بس انا دايما بحب درجه اغمق اغمق. انا كده. وفي ناس بحبوا يبيضوا حالهم بيروح بياخدوا افتح درجه بس بتطلع الرقبه لون والوجه لون. هلا انت فيكي تاخدي لونك انت وتغمقي بالبرونزر. طيب يبقى احنا قلنا كده لو العروق هنا مثلا الاندرتون لو بلو تاخدي كول كلر على بينك بيبقى الفاونديشن بتاعك. هما دايما لمبيد كتير الاجانب بياخدوا الفاونديشن فيه بينك اللي هو كول كلر. ونيوترال البيجات مثلا انا نيوترال اللي هو الالوان البيج. ولو واحده سمره شوي بتلاقي حتى الاندرتون تبعها على غامق. لازم الفاونديشن يكون اورنجي. اوكي. هيدا حتى كل فاونديشن بتلاقي عليه ان يعني نيوترال، W يعني warm، C يعني cool. انتوا ما بتعرفوا الحروف الا الاكسبرت اللي بيعرفوا. انا اول مره. انا يا جماعه النهارده جايه بستكشف زيكم بالظبط يعني. طيب خليني ارجع تاني للماسكات والحاجات الحلوه اللي المفروض احنا كلنا نقعد نعملها. في ناس زي حالاتي ما بيهتموش خالص ببشرتهم ولا بيعملوا ماسكات ولا اي حاجه، وفي ناس زي حالتك بيهتموا جدا جدا مهووسين. انا مين صح يعني؟ هل المهووسين قوي دول ممكن يضروا بشرتهم واللي زي حالاتي اللي هم مالهمش في ما عندهمش وقت ولا في دماغ اصلا ان احنا نقعد اهتم ببشرتي، مين الصح ومين الغلط؟ وهل ده ليه اضرار وده ليه اضرار ولا لا؟ بصي هي البالانس حلو التوازن، ولا اكون مهمل كتير ولا اكون اوبسست يعني مهووس كتير. انت محتاجه 5 ايتمز بحياتك. على فكره الماسك ممكن انت ما تستخدميه لو انت استخدمتي الروتين بتاعك صح. عندك كلينزر تنظيف بشره وان شاء الله يعني هلا حتشوفي الموديل دلوقتي احنا دي كده هتبقى اخر حاجه وهنروح نوري عملي موديل هتعمل لنا. انا متاكده ان انت هتعمل لنا اكيد حاجات موديل سريعه وبتاخد 6 مينتس وتحط لنا ميك اب صح. انا ميك اب هتطلع سمر ميك اب فريش هيك اشياء الوان حلوه. خمس اشياء ضروري لكل بنت من عمر 16 سنه. كلينزر منظف بيشيل الميك اب بيشيل الشوائب والدهون بنسبه 60%. ورا التونر، التونر بيكمل عمليه التنظيف وبيهيئ البشره تستقبل اي كريم ورا. اوكي. سو كلينزر تونر. لو انا فوق ال 25 سنه بدي سيرم، السيرم بيساعد الكولاجين انه يقوى شوي ويعطيها تماسك للبشره. لو تحت ال 25 شيز يونغ مش محتاجه سيرم. كريم النهار وكريم العيون هم الخمسه دول اساسي. اي ام وبي ام الصبح وبالليل. وما تكسليش، انا ابدا ما بقدر نام الا ما اكون بشرتي نظيفه وكريم الليل بتاعي. وبحس انه لو ما عملتش ده الصبح هيطلع لي خطوط. في حاجه غلط. هيطلع لي دي اللي زي حالتك انت صح. انا اللي غلط اساسي اساسي. وسهلين سهلين حطيهم بال حد الكومود جنبك. انت عم تفرشي سنانك الصبح بس احنا شو بنعمل بنغسل سنانا؟ لا اعمل سكين كير. نرجع بقى للصيف ومشاكله. لازم اس بي اف. انت سالتيني على الصيف ومشاكله. الفايف ايتمز دول صيف شتاء، بس نحن يوميا لازم نعمل اس بي اف. لازم نحط كريم حمايه من الشمس. مش مش الشمس بس، في شيء اسمه الترا فايلت اشعاعات الفوق البنفسجيه. وانتم اكثر شيء الفنانين والمذيعين واللي بيشتغلوا تحت الاضاءه انت ما تتصوري قد ايه بتاذيكم الالترا فايلت. لانه بتساعد البشره انه تغمق تحرقها. احطها قبل الميك اب؟ بتحطيها بالضبط بعد سكين كير على طول، وبعدين الميك اب بيجي بعد الاس بي اف. اوكي. هلا في فاونديشن فيه اس بي اف بس انا ما بقتنع فيهم. انا بقتنع بالاس بي اف اللي هو اساسي وبعدين بحط الفاونديشن، هي اكسترا بونس لإلي.
لانه الاضاءه، التلفزيون، لك حتى ست البيت اللي عم تطبخ، المايكروويف والشباك عم بفوق التي في، هي عم تحضر يعني تي في. وانا بطبخ احط برضو البروتكشن اول ما بتفتحي عيونك من النوم تعملي سكين، حتى لو مش هنزل يعني انا قاعده في البيت، ما انت عم تتفرجي على التلفزيون ماسكه الموبايل. ما هي كلها اشعات الالترا فايلت، هي الاشعه فوق البنفسجي. ماسكه الموبايل على اللابتوب، التلفزيون، ست البيت اللي قاعده عم تحضر تي في، كل هيدا عم تاذيكي الدور. طب المفروض احطه كل كم ساعه؟ لا لو بالنهار العادي لا مره واحده بس، على البحر بدك تحسبي ساعتين ثلاثه مثلا. كل اس بي اف تضربيه ب 10 دقائق، يعني لو اس بي اف 15 بيعطيكي 150 دقيقه، شي ساعتين وشوي. اوكي. او مثلا حسب كل واحد وهي ثلاث ساعات وشوي. قد ايه الاطفال مهم كثير انك تحطي لهم كمان جلدهم رقيق. فنحن الاس بي اف هيدا عايشين فيه ما بنقدر، وفيك تحطيه كمان على جسمك، على الايد، عشان على الايد، الناس اللي بيطلع لها كلف، الناس الكبار، في ايج سبوتس بتطلع. كل ما كبرنا بيطلع لنا كلف. أيوة. الست الحامل كمان بشرتها بتصير عندها كلف الحمل. كتير كتير ناس ستريس، تصدقي انه الستريس كمان بيخلي البقع تزيد، مادة الميلانين اللي عنا بتحركها الستريس، والشمس بتغرب تأذينا. سو اول ما في من النوم سكين كير اس بي اف.